السلام عليكم. راح نبلش شرح حل أسئلة كابتر الواتر كواليتي. إن شاء الله غير يكون حل الأسئلة يوضح كل شيء حكيناه بالفيديو الأول. يعني مثل ما بتعرفوا كان أغلبه حكي حفظ ما طبقت بإيدي، هسه إن شاء الله راح نطبق بإيدينا سوا. شوفوا الأسئلة. قل لي mixture of diluted water and wastewater DOD test has an initial DO 22. تمام، قال لي mixture. ميكستر يعني مش في قانون عندي طويل اي ناقص دي ناقص بي زي هيك، هذا القانون. هسه ميكستر هو اللي فيه الدي، تمام. قال لي دي او انيشال بيساوي كم؟ بيساوي 22. قال لي دروب تو 6، يعني دي او فاينل دروب تو 6 يعني كذا ونزل ل 6. متى هذا؟ هذا حكى لي ثلاث ايام، يعني هذا مش بي او دي 5، تمام. يعني التايم بيساوي 3 قال ايام. قال لي the total amount of O2 total amount of O2 needed to decompose the carbon solution is 320. شو التوتال amount؟ شو حكينا المجموع؟ الالنوت حكى لي انه بيساوي 320 جرام لكل لتر. should be the volume of waste water in this mixture. تمام، volume كيف تجيب الفوليوم؟ احنا بنعرف انه عندي انا ستاندرد بوتل، انا عندي بي يساوي فوليوم ويست 300، صح؟ انا بدي اوجد البي، اجيب البي عشان اوجد الفوليوم. ايش تعمل؟ تطلع البي او دي، طلع البي او دي. البي او دي يساوي ذوب اكسجين انيشال ناقص ذوب اكسجين فاينل على بي. تمام، هاي معي كم؟ 22. كم هاي؟ مش معي، طب احطها في 300. البي او دي، البي او دي كيف اجيبها؟ اعطيني النوت، اعطيني تي، اعطيني كي، اعطيني كي بونت 3 نسيت هوب كي 3. طيب يعني واحد ما يعطيك، واحد ما يعطيك الكي، ما يعطيك الالنوت، يعني مش تطبق القانون هذاك. راح تقول لي اقول لك البي او دي يساوي نوت 320 في 1 ناقص اي ماينس 3. ليش ما حولت؟ لانه البونت 3 لكل داي وال 3 للداي تطلع معي 189.89. بحطها وين؟ بحطها هون، بطلع معي الفوليوم 25 ملي. والجواب هو why light must be cut out of the bottle used in the OD5 test. ليش احنا بنمنع الضوء؟ حكيناها بالشرح، نمنع الطالب من adding or consuming O2 by photo. ركز O2، لأن الخيارات كان CO2 ما كان في كلمة adding كذا. تمام. materials that can be oxidized in water is resulting in reduction of dissolved oxygen are known. حكينا اللي بيقلل الأكسجين، بيقلل dissolved oxygen هي الأكسجين thematic material. why it's better pollute the water sample with water having microorganism instead of pure water. احنا ليش بنستعمل water sample فيها organism بدل pure water؟ برضو حكيناها to assure there are adequate microorganism to carry out the bag rotation effectively. يعني مشان احنا نعرف انه في عندي BOD، نعرف انه عندي O2. الخيارات الثانية وفي خيارات، انا مش معي السؤال مطور، بتلاقي اربع خيارات خمسة بتعرف انه هذا الجواب صح، بتلاقي الخيارات الثانية كلها غلط. سؤال طويل. A mixture diluted water and waste water. ال waste water حكى لي البوليوم لها 15، ركز. V waste 15. اللي in standard bottle ال V 300 مباشرة بدون ما تحكي ال V تساوي 15 على 300. هيك بحل، لازم تحل، لازم تكون سريع البديل. قال لي initial DO 18، initial DO 18، DO initial 18. وقال لي
drop 7 يعني دي او final يساوي 7. تمام، قال لي after 5 days هذا متى؟ بعد 5 ايام. ممتاز. قال لي الكي 0.2 كي يساوي 0.2 كل دي متى؟ 20 سلسيوس يعني كي 20. قال لي add 0.3 add 30 كي 30 يساوي 0.3. The what should be the POD after 12 days? بده POD 12. temperature 25. At 25 Celsius. يب. بده POD 12. يعني الكيد لل 20 وكيد لل 30. يب. أنا أول شغلة بعملها بقول له POD يساوي 18 7 15 300. تمام، طلعتها. بعدين بقول له هذا الجواب، كم الجواب بيطلع؟ هذا بيطلع مش كاتبه، مش كاتبه، خليه هذا، خليه. بعدين بعرف انه في عندي قانون بقول لي بده ايش سمع حكينا what should be the BOD after 12 يوم. تمام، انا هذا البي او دي ايش بسوي؟ بسوي ال نوت واحد ناقص اي قوة سالب 5 كي، صح؟ اي لمين؟ ال 25 بده عند درجة 25 سلسيوس. طيب ليش ما طبقت كي 20 كي 30؟ لا، هو بده عند درجة 25 سلسيوس. طيب ليش طبقت الزمن 5 مش 12؟ بده البي او دي ستاندرد وين؟ ستاندرد وين؟ ستاندرد after 5 days. انا بطبق القانون هذا. يعني بعد 5 ايام، فانا القانون هذا القانون طبقه 5 ايام بطلع من خلاله ال نوت. تمام، ال نوت طلعت معي مكتوب 311، صح؟ بحكي ال نوت يساوي 311. شو صار معي؟ دقيقه، لا لسه ما رجعت. بده كي 25. كيف اجيب كي 25؟ تذكروا بشابتر الماس بالانس؟ شايفين كيف شابتر الماس بالانس مهم؟ وين ما تروح راح ترجع له، اسرع الى قدام بس تشوف كيف راح ترجع له. عارف انه انا كي 20 بوينت 30 بوينت 3. يب، بطبق. شو بطلع الثيتا؟ كيف بطلع الثيتا؟ بحكي بوينت 3 يساوي بوينت 2 ثيتا 30 ناقص 20 كم؟ 10. طلع معي ثيتا. عم بروح بحكي بعدين كي 25 اياها طب كي 20 كم معي؟ 20.2 ثيتا اللي طلعتها 5، كلها بتطلع معي كي 25، بتطلع معي كي 25.249. هاي انا بعوضها هون، بطلعت ال نوت بعدين. وبده متى؟ بده after 12 days. عشان بطبق نفس الاشي بي او دي 12 أو ال نوت اللي طلعتها 311 واحد ناقص اي 12 كي، الكي تبعت ال 25. بس السؤال، يعني اقرا السؤال مره ثانيه. حكى لي ديسولت اكسجين كذا 15 ملم مشان اوجد البي انيشال دي او، هاي مشان اوجد الستاندرد او دي تيست. كي 0.2 درجه حراره 20، كي 0.3 30 مشان اطلع كي 25. كيف؟ هذا القانون، طبقت القانون طلعتها. بعدين بده عند 12 يوم، 12 يوم بطبق عند 12، عند الجواب 255. طيب which of the following statement is true؟ الجملة الصحيحة about having water، water having DO 3. DO is this water is very low. والله الديسولت اكسجين 3 كثير قليل، ملي جرام كل لتر. Fish can survive in such condition. الفيش أقل إشي 5. This condition indicates the presence of unfavorable materials in water. في مواد غير مفضل للمياه. الأكسجين قليل. هاي. The water is a bad quality. أكيد المياه ما هي. إذا السمك ما بعيش من بدها تكون مي كويسة، لا. أنتوا كلهم صحيحة. كلهم صحيحة. اللي 80 مليمتر. Treated
water waste water were mixed with 220 milliliter of pure water carrying out POD test if the initial DO of the mixture 8 after 5 days صارت 5 after a long period of time constant at 3 assumed non-nitrification microorganism what would be the remaining POD متى 5 أيام بعد 5 أيام تمام LT أو L5 خلنا نكتب L5 تمام كالي دورت أكسجين إنيشيال أول شيء قال لي P بتساوي يكون 80 220 80 300 تمام يعطيني دورت أكسجين إنيشيال 8 PO إنيشيال بساوي 8 وقال لي DO5 الفاينل بتساوي 5 تقول لي تمام وقال لي بعد زمان طويل جدا كانت DO فاينل بتساوي 3 وإيش قال لي بعدين انها صارت كونستنت صارت كونستنت شو بفهم من هالشيء بفهم انا هاي في او فاينل هاي الكبيره الصغيره هاي الثلاث هي هي من خلالها بقدر اطلع النوت انا بقدر اطلع النوت دي نفس الشيء بسموه بي او دي التيمت اقصى بي او دي ممكن اوصله هو راح يكون 8 ناقص 3 80 على 300 طيب بعدين بقدر اطلع انا البي او دي 5 تساوي النوت طلعت الانوت في 1 اي كوي ماينس كي 5 تمام في مشكله صفت عندي وهي انه انا ما معي كي ما بقدر اطبق هذا القانون ما بقدر اطبق هذا القانون شو اللي بعمله شو اللي بعمله دحاض ببساطه بحكي له دلتي بتساوي النوت ناقص بي او دي 5 تمام النوت طلعتها بي او دي 5 قديش 8 5 8 هاي هون هاي هون خلص السؤال هيا رحت من بعض قديش بيعطيني نص وانا كيف حليته طريقة ثانية حليته انه 18.75 ناقص 11.25 معي كم؟ 7.5 الطريقة الثانية طلعت البي او دي 5 حطيتها هون طلعت الكي ومن خلال الكي طلعتها طلع برضه 7.5 شايفين بنحل الطريقتين اطرح هذول واحل هذول تمام اللي بعده لي 5 water sample A B C D E having B O D values 2 4 5 7 9 يعطيني أكثر خيارات أكثر من خيار الخيار الصح مين إنه الـ highest organic content in sample E ايش اعلى بي او دي اعلى اورجانيك ماتر شايفين كيف في الملاحظات الحفظ كيف بيجي عليها اسئله هيك اعلى سامبل اللي هي الها اعلى اصعب سؤال مر علينا بالتاريخ البي او دي 40 ملي متر في سامبل ديزولفد اكسجين يساوي زيرو اليوم للويست 40 ديزولفد اكسجين زيرو ممنوع ان تزرع اكسجين زيرو كم نكمل mixed with 260 ملم dilution water يعني في diluted لها 10 يعني diluted water initial لها 10 bi sample is put in the incubator for 5 days where final DO 3.5 يعني DO 5 3.5 تمام كمل DO of diluted water 8 final 8 after 5 days what is the BOD value of the wastewater after 5 days طيب احنا بنعرف انه ال BOD 5
يساوي دي او دي او فاينل ناقص دي اي ناقص بي فاينل سي في واحد ناقص بي على بي تساوي 40 على 300 هي 40 زائد 260 بي اي معي معي ظلت الديزوت اكسجين فاينل ديزوت اكسجين انيشال اول 0 ناقص 10 بقول لك غلط او 0 ناقص 3 ونص بقول لك غلط قل لي ليش كم مره حكيت لك انه هاي ميكستشر هاي ميكستشر طيب انا معيش لميكستشر كيف تجيب الميكستشر عندك قانون قانون هذا اللي انه ديزوت اكسجين الميكستشر يكون هذا القانون ديزوت اكسجين الانيشال او اكتب لكم اياها قول ديزولت اكسجين ميكستر تساوي ديزولت اكسجين للويست ضرب الفوليوم للويست زائد ديزولت اكسجين ديوتد ضرب الفوليوم للديوتد توتال فوليوم 300 ديزولت اكسجين للويست كم 0 تمام ديزولت اكسجين لهي كم 260 لا الفوليوم 260 ديزولت اكسجين بين في 0 زائد 260 في 10 معي هيك بين هذا هو ديزولت اكسجين انيشال للكامل هذا ديزولت اكسجين انيشال خلص السؤال هيا ديزولت اكسجين للميكست هو بيساوي ديزولت اكسجين انيشال ضرب الهاي ضرب يطلع 8.667 ضرب 8.667 3.5 اعطاني اياها 10 اعطاني اياها وهي 8 اعطاني اياها هيها هي طلع معي 25.75 من اصعب الاسئله اللي اجت على المد بتاع الفاينل تمام مثال ثاني ويست ووتر سامبل ديلوتد ان ستاندرد بي او دي بوتل ستاندرد بي او دي بوتل يعني الفوليوم 300 شو حكى لي الفاكتور 1 على 30 البي لو 1 على 30 الدنيا جاهزه سيدد سيدد ديلوشن ووتر اوت ذا بي او دي تيست انذر بوتل contains just seeded dilution water يعني بس في عندي اثنين بوتل واحدة فيها waste water with seeded dilution واحدة فيها seeded dilution واحدة فيها seeded dilution لحالها يعني واحدة waste وواحدة dilution لحالها قال لي بلشوا اثنين ديزولت اكسجين انيشال 9.2 ديزولت اكسجين انيشال 9.2 after 5 days the bottle contains waste has DO 2 ديزولت يعني DO final يساوي 2 and BOD 5 181 BOD 5 181 تمام What should be the dissolved oxygen value in the bottle just containing seeded هاي دول final DO just containing dilution يعني اللي إلها اللي بده يعني بده البي اف سؤال عطاني البي 1 إلى 30 اللي dissolved oxygen 9.2 للميكستر dissolved oxygen final 2 وقال لي الاثنين إلهم 9.2 بالإنيشال قال لي احسب dissolved oxygen final مين اللي فيها سيد الديليوشن فيها سيد الديليوشن مين هي البي اف قديش البي البي او دي قال لي 180 فطبق القانون 180 تساوي 9.2 ناقص 2 ناقص انيشال 9.2 في فاينل بده اياها 1 ناقص 1 على 30 1 على 30 مع بي اف طلع معي بي اف طلع معي 8 سؤال ثاني small portion of a river standard BOD bottle experiment after 5 days DO has dropped to 5.8 يعني زورت سجين 5.8 and after 15 days the DO has dropped 4.4 زورت سجين 15 What should be the initial dissolved oxygen is the K.142 K
جامد نوتيفيكيشن انهبيتر تمام. شو بعمل انا؟ عندي اند ذات اوكسجين وعندي كي وبدو ايش بدو ذات اوكسجين انيشال سيمبل عدلتين مجهولين يعني ها او دي 5 شو بتساوي؟ ال نوت بين ياها 1 ناقص اي قوه انت 1 4 2 5 وعندي بي او دي 5 بي او دي 15 تساوي ال نوت في 1 ناقص اي قوه كم في 15 تمام. على بعض بتروح على النوت النوت وهاي وهاي بحس لهم قيمه كل هاي هاي قديش تتكون هاي ثلاث اكسجين انيشال ناقص ال 5.8 هاي ثلاث اكسجين انيشال ناقص 4.4 كلهم على بعض الصوت عن البي بروما البي نفس نفس الفوليوم بس We have standard 5 BOD test. Why is usually to use the sample to keep final DO of the zero? The generation time of nitrification microorganism is about 1 day. Nitrification 1 day. عملية بتحدث متى بعد 7 أيام. Which of the following statement is it true about BOD test for untreated wastewater? The aim to the the BOD reaction rate constant. BOD should be during the first high of recent nitrification bacteria. أنا مشان أحسب reaction rate constant واللي أعمل BOD test after 5 days. خليها. BOD test should not be performed for more than 5 days. غلط. لازم أستعمل أكثر من 5 أيام. نحسب الرياكشن ريت كونستانت مكتوب بالسلايدات كأني أنا ما حطيت فيديو الشرح نسيتها ممكن. BOD test can be performed for 7 days since nitrification bacteria active after 7 days. هي صحيحة بعد 7 أيام بس إحنا تحدث العملية بعد 7 أيام بس أنا ما بدي أحسب النيتريفيكيشن. أحسب الرياكشن ريت كونستانت. الرياكشن ريت كونستانت دائما بحسبه على 21 يوم لازم أحط مواد مثبطة. هي الجملة الأخيرة. تمام. هون منحنى إذا فكر short relation between BOD remaining and the symbol C. The symbol C شو بيمثل؟ أنا رسمي. لهذا هو remaining. تمام. بعرف إنه أنا النقطة A هي النوت. وبعرف إنه النقطة C هي LT at معين. والبي قديش تكون؟ تكون BOD. BOD. رمز C يمثل LT هي amount of auto demand after. That wrong statement is not true about oxygen demanding material. قولي, they can be oxidized in water only. لا, مش شرط بنقول قلنا في ممكن تكون بالنبات. They can be organic. Inorganic صح ممكن تكون inorganic. هون ممكن تكون organic. وهي بتستهلك أكسجين هي بتأثر على كواليتي صح. هي مش بس على الموتر. هنا. طيب. ده المثال. Wastewater sample is diluted in standard bottle. فاكتور 1 إلى 30 بتصير الديليوشن ووتر كاري اوت بي او تيست. طبعا هذا السؤال كان في زيه قبل شوي بس اختلاف كان فعله لي انذر بوتل كونتينز جاست سيل ديليوشن ووتر بوث بوتلز بيجن ذا تيست او 9.2 اكثر 7 ايام بعد 7 ايام ركز بوتل كونتينز ا ويست ايكوال 2 يعني فيها الويست يعني دي او دي او فاينل متى في أيام DO7 DO initial 9.2 DI initial 9.2 while the dissolved oxygen final كم 8 B7 8 find the BOD5 دول BOD5 مع على 7 أيام ال K K تعمل modeling تمام. شو بعمل أنا؟ طبق القانون هذا تحسب البي او دي بي او دي بعد 7 ايام 9.2 ناقص 2 ناقص هاي طلعتها 181 زين ايش بدي؟ انا بدي البي او دي 5 هذول اللي معي قيم ل 7 ايام هاي 7 ايام بطبق الموديلنج 7 ايام اوكي بطبق 7 بطلع النوت النوت طلعتها بطلع البي او دي 5 بطلع 140
العلم انه الامتحان ملتيبل، الجواب كان موجود وهذا الجواب كان موجود وهذا الجواب كان موجود، واحد اللي بيحل خربط ممكن يوصل بس لهون ويخربط. في او دي 7 في او دي 5 or which type of wastewater tenantrification starts most at the same time as a carbon oxidation قلنا treated sewage أفضل مياه treated sewage. كل هون chlorine water all the following test may be important expect اللي بيقولي قلنا البي او دي ما بقدر استعمله بالماء اللي فيها كلور. The initial deficit لا هذا اللي بعد مخربط أنا. تمام. A wastewater sample بي او دي 5 300 ملي جرام لكل لتر. It treated a secondary treatment blood that removes 92% of the BOD. You are to run a 5 BOD test with a standard 300 ملليمتر bottle. Using a mixture of treated water and dilution water acid. Assuming the initial DO is 8.2. What dissolved oxygen? What do you expect after 5 days? You make the mixture half water and half treated. هذا السؤال بالكتاب قال لي البي او دي للويس 300 او دي تريتد سيوج هو عبارة عن 92% نحدد 92% يعني ظل منه 8% تريتد سيوج كم 24. ايش قال لي ديزولت اكسجين للميكس 8.2 طبق القانون اللي حكينا عنه البي او دي للميكس او ديزولت اكسجين انيشال حكينا عنه هذا الفي في 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 طلع معي كم 12 فانا معي كم 12 البي او دي للميكس 12 ليش طبقت 150 لانه هو حكى لي احسب نصه هاف يعني نصه تريتد ونصه ويست انا طبقت القانون طلع معي 12 فهذا ايش هذا البي او دي البي او دي بيساوي ديزولت اكسجين فاينل ناقص انيشال بس 12 بتساوي 8.2 ناقص ديزولت اكسجين معي تالي 3.8 او ممكن احكي 8.2 اقل من 12 يعني 8.2 اللي هي الديزولف اكسجين انيشال ديزولف اكسجين انيشال اقل من البي او دي طيب مستحيل الديزولف اكسجين اقل من البي او دي لازم ديزولف اكسجين بتكون اعلى من البي او دي لان ديزولف اكسجين بتساوي البي او دي زائد بي او دي ديزولف اكسجين فاينل يعني ديزولف اكسجين سالب النوع يكون ديزولف اكسجين اقل من زيرو جواب زيرو يعني بي او دي تساوي دي او ناقص دي او فاينل دي او بتساوي بي او دي زائد ديزولت اكسجين فاينل يعني دي او انيشال اكبر من بي او دي تمام ايش هو طلع معي دي او اقل من البي او دي معناته غلط بصير لما يكون غلط معناته دي او 5 0 لما يكون 0 الجواب يعني خذها قاعده هذا هدفي من الفيديو كان هذا هدفي من الفيديو حل الأسئلة سؤالين سؤال 40 مليمتر نستعمل هذا القانون ومشان تعمل هذا القانون ممنوع الدسولف أكسجين يكون سالب وتروح على الكتاب تلاقي السؤال طلع معه سالب وطلع زيرو العلم أنه 12 طلعت بالخيارات 8.2 بالخيارات السالب 3.8 بالخيارات موجب 3.8 بالخيارات زيرو بالخيارات اللي ما اختار زيرو أخذ لكن ان شاء الله خلص الووتر كواليتي ان شاء الله راح نبلش بالريفر ان شاء الله يكون الشرح كان كويس لهذا الشابتر الشرح ممكن خفيف بس حل الاسئله علمني كيف احل يعني انت بس تشوف حل الاسئله وانا استعملت الحل راح تفهم ان شاء الله يعطيكم الف عافيه